يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. في السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. والمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأيضا استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين. نعم مدينة، بعد التحية أرحب بك مجددا من محافظة شمال سيناء وبالتحديد من مدينة العريش. الجديد لدينا الآن من داخل مطار العريش والذي يستعد لعملية إجلاء قطرية تحمل على متنها حوالي 25 مصابا فلسطينيا برفقة 45 من ذويهم. أيضا مطار العريش الدولي استقبل أمس 3 طائرات، واحدة قطرية وتركية وطائرة للصليب الأحمر الألماني. هذه الطائرات تقدر حمولتها بحوالي 120 طن من المساعدات، تنوعت ما بين المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والخيام والوقود وغيرها. هذا فيما يخص الجديد لدينا الآن من داخل مطار العريش. أما فيما يخص معبر رفح فبحسب البيان الصادر من الهيئة العامة للمعابر والحدود فإن هناك 80 شاحنة مساعدات إغاثية وصلت إلى قطاع غزة عبر معبر العوجة، وحوالي 6 شاحنات أخرى منها 4 شاحنات سولار و2 غاز طبيعي، و160 شاحنة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. أيضا فيما يخص عبور الجرحى والمصابين من معبر رفح فهناك إحصائية تدل على أن هناك 29 مصابا وجريحا عبروا من معبر رفح إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد، يرافقهم 39 من ذويهم إلى المستشفيات. يعني هذه هي الإحصائية التي يعني صدر بها بيان من الهيئة العامة للمعابر والحدود بعدد الشاحنات وعدد الجرحى والمصابين الذين عبروا من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية. لا تزال بالفعل الجهود المصرية متواصلة في تقديم كافة أشكال الدعم والحماية والرعاية الطبية لجميع الجرحى والمصابين الفلسطينيين. أيضا هناك جهود كبيرة من قبل الهلال الأحمر المصري صحيح. في تلقي هذه المساعدات ودخولها إلى المركز مركز الخدمات اللوجستية وكيفية تخزينها تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين. وإحنا في استمرار مستمر لدور المصري لإغاثة أخواننا في فلسطين. بشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش.